عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. حاجة عندها قيمة حقيقية واللي غتستمر معنا لوقت طويل واللي غادي تنفعنا في حياتنا ما كناخدوهاش بالمجان. الحاجة اللي مثلا أنا إلا بغيت أنني نجح فضروري على أنني خاصني نجرب مرة وجوج وثلاثة ونتعلم ونكتسب الخبرة وأنني نضرب واحد المجهود وناخد بزاف ديال الحوايج باش نقدر أنني نوصل الحاجة الحقيقية اللي غتستمر معايا. أي حاجة كتكون واجدة وكتجينا على طبق من ذهب ما كنقدروش قيمتها، وتقدر أنها تكون مؤقتة ولكن ما غاديش يكون عندها واحد الفائدة الوقت الطويل. فلهذا نصيحة لأي واحد باغي فعلا أنه يحقق ذاته، من الضروري من أنك تعلم وتكتسب الخبرة، وأي حاجة أنت بغيتيها خاصك أنت تمشي لها وما غاديش تجيك من غير إلى دوزتي فيها الوقت وتعلمتي منها. فما تسنوش حاجة اللي غادي تجيكم مجانية وغادي تقدر أنها تستمر معكم.